الو، ازيك يا يسر؟ نايلة انت فين؟ عايزه اقول لك ان انت النهارده كنت قمر في الايفنت. انت هتستعبطي، بقول لك انت فين؟ مش مهم انا فين، المهم انا كلمتك عشان ما تقعدش تفكر كتير اذا كان اللي شفته النهارده ده بجد ولا لا. اصل ما بحبش اشوفك حيران يا يسر. بقول لك ايه، لو خايفه على ابنك يبقى اشوفك دلوقتي حالا. لا يا قلبي، انا مطمنه عليه معاك، وانا متابعه اخباركم كويس قوي وفرحانه برشا باللي انت تعمل فيه معاه. بجد برافو يا ياسر. والله طب حلو قوي الكلام ده. طب اسمعي بقى، انا قلت يومين وهتفكك من الهبل اللي انت بتعمليه ده، بس طالما سايق الهبل على الشيطانه جنان بجنان بقى، ابنك بكره الصبح هبيته في الملجا. على راحتك، ما هو ابنك زي ما هو ابني، محدش بيتعلم ببلاش. عموما انا فرحانه برشا اللي شفتك قبل ما اسافر، وبليز بص لي زياد وقول له انه هكلمه قريب قوي. ما تقفليش يا نايلة، استني احنا لازم نتفق. الاتفاق حصل خلاص يا روحي، ومن غير ما اوصيك ما تكلمنيش على الرقم ده، ومن غير ما تحاول توصلي عشان مش هتعرف. باي باي يا ياسو. بقولك ما تبقى انتي ميرسي.